بوهينيا وتسمى أيضا بخف الجمل. الوصف النباتي لهذه الشجرة: النبات شجرة متساقطة الأوراق تنتمي لعائلة القرنية، يصل ارتفاعها حوالي 15 مترا. الأوراق متبادلة مع سواقات طويلة حوالي 3 سم، رقيقة جلدية الملمس بسيطة لكن مشقوقة بشكل عميق عند نهايتها، تشكل فصين كبيرين مدورين. تحمل شبكة عروق غزيرة تصل بعددها 13 يساوي 11 عرقا، تأخذ شكلا قلبيا من القاعدة. الأزهار جذابة عطرية تتوضع بشكل نورات عند قمم الأقصام، تظهر في الربيع لها 5 بتلات مخدوشة ومتراكبة، لونها أرجوانية باهت إلى نيلي وأحيانا بيضاء، لها بقع حمراء داكنة وصفراء في نهايات البتلات. الأزهار ثنائية الجنس مع 5 أسدية ونادرا 6. الثمار مسطحة قرنية الشكل يصل طولها حتى 30 سم، تحتوي على 15 يساوي 10 بذور. هذا النوع قد يختلط مع النوع الأرجوانية. والذي تبقى أوراقه وأزهاره في الخريف، ولا تتساقط وتضم العديد من النورات الزهرية والتي تحمل ما بين 4 إلى 3 أسدية والبتلات فيها غير متراكبة. انتشار هذا النبات: ينتشر هذا النبات في بورما وشرق ووسط آسيا المدارية والشرق الأوسط وبعض بلدان الخليج العربية. لو وصلت لهذه الدقيقة من الفيديو، ياريت تعمل لايك للفيديو وتشترك في القناة وتفعل جرس التنبيهات عشان يوصلك كل إشعارات القناة إن شاء الله. أزهار بوهينيا البيضاء. الأجزاء المستخدمة من هذا النبات: يقال أن كامل النبات يتم استخدامه. التركيبة الكيميائية لهذا النبات: تانين، غلوكوز، صموغ وزيوت دهنية بنسبة تتراوح ما بين 16.5 يساوي 6% تبعا لطريقة الاستخلاص. كما يحتوي على إيزوكويرسيتين، أستراغالين في الأزهار الطازجة، وثلاثة غلوكوزات. الخصائص الدوائية لهذا النبات: للنبات خصائص مضادة للدرن وملطفة ومقوية، والجذور لها خصائص سرد للريح كما يقال، بينما الأزهار ملينة ومنقية للدم وتزيد من عدد كريات الدم الحمراء وخافضة للحرارة. يتصف اللحاء بخصائص مبدلة ومقوية ومنشطة. خلاصة لحاء الأغصان: تتصف بخصائص مضادة للأورام الليمفاوية وسلي الغدد الليمفاوية والسرطانات الجلدية والبلعومية الأنفية، وقد أثبت ذلك في الزجاج أي في الدراسات المخبرية. المواد الفعالة في هذا النبات: بوهينيا هو عبارة عن مادة قلويدية. الاستعمالات العلاجية ودواعي الاستعمال كما يقول: لو أردتم استعمال أي نبات أو عشبة، يجب عليكم أولا استشارة الطبيب المختص، فقناة حياة المعرفة هي قناة معلوماتية فقط. داء الدرن الرئوي، هبوط المستقيم، القرحات العفجية والمعدية، التهابات الغدد الليمفاوية، هبوط الرحم، الوذمة الليمفاوية، التهاب الغدد الليمفاوية المنصفية، البطن المتدلي والعجينية، الإمساك، التناوب مع الإسهال، اللوكيميا الليمفاوية أو النقوية، عسر الهضم، ضخامة الطحال، زيادة إفراز اللعاب، البواسير النازفة، نزوف الدورة والنزوف النسائية، الجروح والقرحات الجلدية، طارد للديدان. أما عن طرق استعمال ثمار البوهينيا: صبغات وخلصات كحولية ومنقوعة. أما عن الاستعمالات المطبخية، يقال أن الأوراق صالحة للأكل، كما يمكن تناول الأوراق والأزهار مسلوقة كخضار مع الثمار أيضا، وكذلك يمكن تخليلها. استعمالات البوهينيا الأخرى: يقال أن يحضر من هذا النبات أصبغة وتنين يستخرج من اللحاء، ويستخدم خشبه في بناء وتركيب الأثاث المنزلية. نظرا لجمال النبات يستعمل كأشجار حدائق وزينة. أما عن محاذير وموانع الاستعمال لهذا النبات: لا يستعمل النبات أو خلاصاته إلا تحت الإشراف الطبي لمن لديهم اضطرابات في الغدة الدرقية، سواء كان ذلك نقصا أم زيادة في الإفراز. اللهم صل وسلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم.